بسم الله الرحمن الرحيم. هذه دوره موجهه تاع تعليم السياحه، ابواب مفتوحه لاطفال بلديه الملاح والبلديات المجاوره لنا. احنا ماذا بينا ولادنا يجوا في البيسيكليت، صرنا نشوفوا المخاطر في الطريق، الاولاد راهم يخاطروا بنفسهم باسكو ما عندهمش رخصه سياقه، ورخصه سياقه هذه هي كان بلو بيسيكليت، يكون يعرف وين يدير فيتاس، وين ينقص فيتاس، وين اريتي، وين يدير صوالحك. شكون هي المبادره ديالها؟ مدرج جمعية أمل الملح الدرجة الهوائية لبلدية الملح توجور تحت رئاسة الرئيس بوياقور الدين. شكرا. هذا هو Thank you.
رحيم حنا نشوفوا الاولياء التلاميذ هذو الدراجين اللي راهم يكونوا حاضرين معنا ويراقبوا ولادهم اش راهم يخدموا ولا ما يخدموش. ثم المراقبه دائمه وحنا ماذا بينا الاولياء توجو يتبعوا النوادي والجمعيات يتبعوهم العام دخل الخدمه تاعهم العام تاعهم اش الصرامه كاينه ما كانش المراقبه التقنيه كاينه ولا ما كانش لاكتيفيتي كاينه ولا ما كانش وهما مشكورين راهم يجوا يقعدوا معنا حتى ساعتين ويراقبوا ولادهم ويدوهم ورانا في الوقت اللي يراقبوا باش في اي مجال تراقبه في الرياضه ولا في الدراسه. شكرا بارك الله فيك. فيديو فيديو يا بول زيدو زيدو شكرا 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 رمضان زيدا يا شيخ شيخ واش تقول للاولياء والباش يجوا شكرا شكرا.